بداية هيك خليني أبدأ بقصة هيك سريعة. كنت امبارح في المول عم بشتري أغراض، ففي واحد مسكر بالعربي تبعته الطريق، فبيحكي له الموظف، بيحكي له سمحت بس يعني ابعد افتح الطريق مسكر. فحكى له أنت بتحكي لي مسكر والحكومة بتحكي مسكر وهو فيش غيري مسكر، وأنت ما عندكش شغلة غير أنا وأنتم مدري إيه. يا لطيف، يعني 5 دقائق من الانفجار والغضب وحكى له بس لو سمحت أنت مسكر. فهذه الحالة قس عليها الكثير من الحالات، في السوبر ماركت، في البيت، عند الطبيب، في الشارع، بالسيارة، على الإشارة، إلى آخره. هذا الغضب، الغضب هو انفعال طبيعي. إذا بدي أعرف تعريف بسيط سهل سلس، بدناش اليوم نحكي في تعقيدات علمية. معنا مشاهدين عم بيحاولوا يحضروا عشان يشوفوا إيش ممكن نستفيد، فنخش في التطبيقات والأشياء العملية. لكن سريعا تعريف سريع بسيط، الغضب هو انفعال طبيعي اتجاه تهديد للنفس. هذا باختصار، هناك الكثير من التعريفات.